ففريق اتحاد البيضاوي استطاع باش انه يصمد. نشاهدوا العمل اللي قام به اجرتن عمر نجدي الان. نجدي والحكم اعتبر التدخل للاعب عدنان البراني ضربه جزاء. اذا ضربه جزاء وفرصه حقيقيه لفريق الوداد للتسجيل ويسجل ياسين الكحل. دائما هجمه الان لصالح فريق الوداد البيضاوي والهدف. جولة الثانية جيدة، تدخل كان جيد لحارس بونكا والمتابعة كانت جيدة من توفيق اجرتن يوسف.